هو هيشتغل. ده انا عايز اقول لحضرتك ان عمليه الاستلام دي بيبقى فيه لجنه مشكله من وزاره التموين ووزاره الزراعه والهيئه القوميه لسلامه الغذاء، وكمان الفلاح بياخد فلوسه ومستحقاته خلال 48 ساعه من عمليه التوريد، وده امر في غايه الاهميه. انا اتذكر السنه اللي فاتت ساعه التوريد عربيات النقل وعليها ويقوموا فاتحين كده بحاجه فينزل القمح فيشوفوه عشان حد درجه النقاوه. بالظبط كمية العربيات الواقفة اللي بتورد كان مشهد يعني سعيد بالنسبة لنا يعني. الحمد لله الحمد لله، واحنا هذا العام شايفين اقبال كبير من الفلاحين الحقيقة على عملية التوريد، ونقطة التجميع اللي موجودة قريبة من الفلاح بتخليه حريص على انه يروح يورد، لان كمان هياخد مستحقاته اذا ورد للدولة بسرعة في خلال 48 ساعة، وده امر ايجابي جدا. ونقطة التجميع اللي موجودة، يمكن احنا بنتكلم في حوالي 450 نقطة تجميع موجودة على مستوى الجمهورية. نعم. فبتدي فرصة للفلاح ان هو يبقى سهل عليه عملية التوريد، ما يبقاش فيه تكدسات كبيرة، والمتابعة المستمرة اللي موجودة من مختلف الجهات، ووزارة الزراعة الحقيقة بتقوم بالتنسيق مع الفلاحين وبتجمع لهم الشغل والشغل التعاوني والجمعيات التعاونية، بتقوم بجهد كبير في هذا الإطار، وده كله بيخدم الفلاح وبيساعده على عملية التوريد وسلاسة عملية التوريد. الصوامع. الصوامع بقى. أنا عايز أقول لحضرتك إن إحنا كنا من فترة قريبة كان قدرتنا التخزينية من القمح، كل قدرتنا التخزينية يمكن ما تتجاوزش 1.5 مليون طن، وكنا بنخزن في شون ترابية، ودي كانت بتؤدي إلى مزيد من الفقد ومزيد من التالف اللي كان بيحصل خلال موسم التخزين. النهاردة إحنا تحولنا من نظام الشون الترابية إلى نظام الصوامع. نظام الصوامع ده خلى قدرتنا التخزينية ترتفع يمكن 3 أضعاف الشكل اللي كانت موجودة عليه، وكمان كفاءة التخزين، إن إحنا الهدر اللي ممكن يكون موجود، الفقد اللي كان ممكن يكون موجود، ده كان بيوصل لأرقام كبيرة، أحيانا 15 و20% من جملة الكميات المخزنة، فده بيخلينا نتجنب التعرض لمثل هذه الأمور، ونضمن أفضل عملية توريد وأفضل عملية تخزين وأكبر قدر من عملية التوريد، وده ينعكس بقى على السوق وعلى استقرار السوق، وعلى إن يكون عندنا احتياط استراتيجي كميات كبيرة، ويكون عندنا كمان سهولة لعملية التوريد من الفلاح والمزارع المصري. واحنا عندنا بما يكفي من الصوامع انها يعني تشيل المحصول غير اللي بنجيبه من بره. انا بقول لحضرتك احنا قوتنا التخزينية دلوقتي ارتفعت حوالي 3 أو 4 اضعاف، احنا بنتكلم دلوقتي ان احنا وصلنا ل 4.5 وممكن نوصل ل 5 مليون طن قدرة تخزينية موجودة من القمح، فده رقم كبير مقارنة بفترة قريبة فاتت احنا كنا بنتكلم في حوالي 1.2 ل 1.5 مليون طن، فأكيد ده رقم كبير جدا وفرق كبير جدا، بيدي قدرة للدولة المصرية انها يكون عندها احتياط استراتيجي كافي. متوقع محصول السنة دي قد ايه سريعا؟ ان شاء الله يكون عملية التوريد مش هتقل عن السنة اللي فاتت، يعني هنتجاوز بإذن الله ال 4 مليون طن زي العام الماضي، وان شاء الله ده يكون 4 مليون طن. يكون الطاقة اللي استهلكنا قد ايه؟ لا احنا شغالين في الاستهلاك، احنا ما شاء الله عندنا زياده سكانيه كبيره، لكن احنا عندنا تنوع لمصادر الاستيراد، وعندنا القمح المحلي، ده هيدينا فرصه كبيره ان يكون عندنا نسبه اكتفاء ذاتي تتجاوز بالظبط 6-7 شهور القادمين باذن إن شاء الله. طبعا وزاره التموين فيها قدره في هذا الامر وبتديره بشكل جيد ان شاء الله. دكتور محمد